فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما علامة قبول الحج؟ وهل صحيح أن تزوده بعد الحج بالأعمال الصالحة دليل على القبول؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله ويأتي بالعبادة على وجهها ويحسن الظن بالله عز وجل، والقبول عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.